1 فبراير 2019 استلمنا الكمية الأولى من الحصة المخصصة لولايتنا من لقاح طاعون صغار المشترات، استلمنا 250 ألف جرعة، سوف يتم مباشرة توزيعها ابتداء من تاريخ الغد على الأطباء البيطريين الخواص المفوضين للقيام بهذه الحملة في الميدان. الخواص المفوضين يقدر عددهم حوالي 100، هذا العدد يضاف إلى عدد آخر من الأطباء العموميين لعددهم 28، سوف يقوم أيضا يقومون أيضا بمساعدة الخواص في إنجاح هذه العملية في الميدان. يعني إلى حد الآن اليوم هو نقص في الوفيات. نقص الوفيات ما نقولش هو نقص الوفيات يعني اعتراضي ولا، وإنما بجد المجهودات يعني اللي بذلوها الأطباء البياطرة، وكذلك التزام الموالين بالتعليمات يعني والتحسيس والإرشاد اللي قاموا به اللي أعطوه لهم الأطباء البياطرة، يعني من عدم التنقل، من غلق الأسواق، يعني من تطهير المناطق يعني المصابة وخاصة أماكن البؤر.